تبك تحدى واستمر مو اجل نطبخ بفن وشطارة في أمامي من يكون منافسي بجد ومهارة مبدعك أحلى فنون نطبخ بفن وشطارة في أمامي من يكون منافسي بجد ومهارة مبدعك أحلى فنون مبدعك أحلى فنون نطبخ بفن وشطارة في أمامي من يكون منافسي بجد ومهارة مبدعك أحلى فنون نطبخ بفن وشطارة في أمامي من يكون منافسي بجد ومهارة مبدعك أحلى فنون خلي ايدك على الفاصل بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، وكل عام وأنتم بألف ألف ألف خير. على فكرة أنتم جمهور المجد، عن جد أنتم جمهور عظيم. إي والله على هالتفاعل وهالمحبة اللي عن جد حاسين فيها الشباب من خلال تويتر وتفاعلكم معهم، بس أنه عم تظلموهم بالطبخات، زبطوا لهم طبخات مثل العالم الله يخليكم. هاي واحد. وبدنا اليوم الزواق 33، الدنيا عيد، وان شاء الله ان شاء الله كل عام وانتم بخير، والناس طلعت على عرفات ونزلت، وان شاء الله يا رب يتقبل منه، وان شاء الله ربي ما يضر ولا حاج، وان شاء الله كلهم بيرجعوا لاهاليهم غانمين سالمين مبرورين بالحج يا رب. قولوا امين. اليوم رح لكم قصه على السريع قبل ما اقول لكم الطبخه، الطبخه ان شاء الله جاهزه جاهزه، عم اقول لكم محمد الفهيد. محمد الفهيد نزلت انا وياه مشان نجيب خروف للشباب مشان بكره نعيد فيه الصبح. جبنا اول خروف، نحن وطالعين بالسياره رابطينه ورا، طلع محمد ماله رابطه للخروف، قال خاف انه يتضايق بالربطه، نط من السياره ومحمد لهلا عم يدور عليه راقد وراه. وش صار بالخروف؟ وش صار بمحمد؟ ما هو خروف هم جاي الخروف. ايوه زايد هم بطنه، اهم شيء الخروف. لا لا محمد لا تخافوا عليه، بيجي محمد بس الخوف هلا على الخروف انه يجي. احنا بدنا اجر الخروف ما نبي محمد. بتكون خروف؟ اي نبي خروف بس. لا حول ولا قوة الا بالله. المهم ماشي الحال، هلا بيجي محمد شوفوه. اي والله. المهم ان شاء الله بيرجع غانم سالم، بس عن جد راح يجيب لكم خروف، بكره عندكم مفاجأة جدا حلوة، اليوم حلقة مفاجآت. الله بس بدنا اول شيء نرتب الاصوات عشان ما يتداخل، وكل واحد قلنا على طفولته والعيد بحارته. كيف؟ خلينا نسمع شيء من الكنترول وبعد منا بنفوت مع الشباب. ولا بتعطونا اعطينا ثواني بس، اعطينا 10 ثواني. 10 ثواني اليوم طبختنا يا شباب، عندنا فيلي سمك بدنا نسوي مشوي مقلي اللي بدكم اياه، وعندنا شوربة شوفان بتصور انه سهلة وبسيطة وما فيها اي شيء، طماطم بصل دجاج والشوفان، تمام؟ بس والشغلة الحلوة بمناسبة ضياع الخروف، اليوم الحلقة فري، لا في غند ولا ما في غند، بس بدنا ناكل لقمة طيبة. ببوس ايدكم بدي عيد انا مع الاولاد. عشان ما طبخت يا شيف، عشان ما طبخت الاسبوع هذا لازم اذا فزت تحرق لي غند. خلاص ابشر ولا همك، ابشر بعزك، بس ان شاء الله اذا اجى محمد ابشر والله لاجيب لك احلى غند. شكرا محمد. يلا خلاص ما نبغى خروف. طيب سمعونا سقف اول شيء لمحمد الفهيد، وخلينا مع الكنترول. يلا صحي لي هذا اللي جنبك، صحي موجودك، صحي لحي لحي الله محلالي حميد. ايوه صاد انا نفسي اعرف هي تبع شوي السيف 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 هي تبع السيف شوفها ها سيف. ايوه الله الله يخلف على السيف راعي. واللي لفى للدار زاير العيد يحلى
المحبة جينا مثل شوق الأحبة. يلا رجعنا لكم أعزائي المشاهدين، أحلى جمهور بالمجرة كلها. مرة ثانية بنقول لكم كل عام وانتم بخير. اليوم كرمال عيون الشبت من جمهور المجد، والله ما رح نخسر ولا فريق. هي عيدية من جمهور المجد لكم يا شباب، مع العافية. بس مشان تسوونا شغلة حلوة اليوم يلا بإذن الله. نبدأ. ما سميتوا الفريق؟ فريق ايش انتوا؟ فريق ايش يا شباب؟ فريق معروف فريقنا فريق لا 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 فريق الأضحى. الأضحى فريق الأضحى. فريق الأضحى. وانت فريق الأضحى حميد. فريق القصيم. فريق القصيم. القصيم سميناه قبل هالمره ولا ما سميناه؟ ثابت اسود القصيم. خلاص اسود القصيم. يلا اسود القصيم. فريق الأضحى. وفريق الأضحى بس ما نضحي فيكم هلا اليوم. اوعى الضحيه. طيب نبدا من وين؟ من عند اسود القصيم ولا مين اللي جاهز منكم يسمعنا قصه حلوه؟ خلك على القصيم عن العيد. عن العيد انا بقول لك ايه في حايل. حايل اي واحد حايل. كل واحد يذكر اسم المنطقه. أيه والله من اجمل المدن حايل. الله يعني. هي واهلها في حايل. عندنا في العيدين بتكلم في العيدين. العيد العيد الفطر وعيد الاضحى. ايه عندنا تسمى عيدية الحار. ايه يعني على اساس سعدون هو صغير شفته شلون انه على اساس ما عشان ما راح يبين في الكاميرا. هو مسح الشاشه كلها. سعدون تبي تثوم شوي؟ ايوه تبي. ايه عندنا عاده انه كل واحد يجيب عيديته معاه ونجتمع عند مسجد الحاره. يا سلام. او قدام الشارع حق الحاره نجتمع كلنا، فكل واحد يجيب عيديته من بيته. يا سلام. هذا في عيد الفطر. في عيد الاضحى لا، تجمع عند المسجد ضحيه او ضحيتين تحط وتنحط كلنا نجلس على نفس العيدية. كل أهل الحارة. كل أهل الحارة. أيوة. ولازم إنك إذا جابوا كل واحد عيديته معاه إنك تأكل من كل عيدية. يا سلام. من كل خارو. إيه تأخذ لك لقوم هنا لقوم هنا لما تمر على عيديات الحارة كلها. يا سلام. وراح نطبق إن شاء الله هون ونخلي الدكتور. ما أتوقع لأن الخروف ما جاء. محمد غندور. الخروف ما جاء. يعيد ما لا لا جاي جاي يا حبيبي جاي قبل صلاة العيد بيكون عندك خاروفين جايبين. نعم. لا كان يعني واحد لا في فقرونه هيك واحد لا في فقرونه هيك. اسويكم الصبح صجيه مع احنا. انا اهم شيء عندي محمد الفهد يكون جاي معك. لا كان اكيد ما بيحلى العيد الا مع محمد الفهد. طيب اول شيء تحيه لاهل حايل. الله يحفظك. ولا بدر الضبعان سفير حايل واحلى شاعر طلع منك يا حايل. صحيح. ولمين كمان؟ والله لكل اهل حايل، اهل الكرم واهل الجود. فيصل. فيصل. فيصل سهل حرق. أيوة. صراحة. طيب وإيش تعني اللي يميز العيد؟ بس هذا اللي يميز عيد. في شيء مثلاً هيك إنشودة بالحي وتجتمعوا كلياتكم بتقولوها. لا تو ما شغلنا. لكن شو بتساو؟ تجمع سلم على كل واحد جيب عيدية. بتقلبوها نميمة ولا بتقلبوها فرحة؟ نميمة. طيب أقول اللي شو بتساو؟ سوالف عيدية نسلم على بعض نجلس جلسة عيدية شبت. أيه. الحارة تسمى. ما شبت الحارة وعيدياتها. لين ينتهي العيد. ايوه على الساعه 10 كذا ينتهي العيد خلاص. طيب هلا انت اليوم بالرياض. اوكي. وبدك تعيد هون. مين في الك؟ عيد هان اليوم. ايوه. مين الك من حايل هون؟ مين الك من حايل هون بتعيد معه؟ ما في طبعا. ما في الا الوالده. الوالده هون. هذه اكبر عيديه. هي العيد يا رجال. طيب بدينا من عندك. هلا بنرجع لعند اسود القصيم. مين راح يحكي لنا؟ هو سعدون. سعدون نبي نسمع عيده يوم كان في. وين كنت؟ بكندا ولا وين؟ كندا. ايه وين كندا؟ لا تنكبنا يا يلا قلنا على العيد. العيد يوم صرت لحالك ايش كان على تسوي؟ فكره ابن المدير وينه؟ ها؟ المدير راح محمد. ايه عفوا له مدري وينه والله. المدير والله اكل له 50 غند امس. أيوة يا رجال احبه قلبك. ليه؟ الله يعينه بس. الله يعينه. مستخدم شو عمل؟ مستخدم جوال. والله تعرف هلا شو راح يساوي؟ هلا اكيد رايح. هلا والله ما راح يخلي ولا واحد حزيان المسجد كله ليلمه. يرجعون على البيت حافين اليوم. انتقام. ايه بدل. مين اللي خصم عليه؟ المدير نفسه. جاكيتك لا الله يا مديرنا. بلقيت غير على العيد؟ يعني عايده ب50 غند. هو ده. يا سلام. طيب انا بقول لك سالفه. يلا اليوم معناته بيجيكم اليوم. هات لي محميد. عند سعدون عنده سالفه. سعدون في سالفه. يلا هذه سالفه قبل تقريبا سنتين. ها صويرح. فتره كورونا. صويرح ليش؟ صالح. ما ادري ليش اقول لك صالح انا ما ادري ليه. قرب لي راسه لهون. قرب لي راسه. شو عم تساوي؟ رجع قطع. والله حركه هذا شوف. شبك غطك كهرباء طول ماسكته كهرباء.
خير ان شاء الله. ايه خلاص تبيله سعدون معليش تسلم. يلا سعدون احكي لشوف. اقول لك يا طويل العمر والسلامه. ايه هذا قبل سنتين ونص تقريبا. نعم. في عيد الاضحى وقتها كنت مداوم. ايه احنا مداومين يعني في كورونا والعيد وكله. ايوه وين كنت مداوم؟ في المستشفى. تمام. المهم طلعت استاذنت اني اطلع بدري عشان اروح اذبح الضحيه حقت الوالده. ايوه انت بتذبح بايدها؟ اي طبعا. يا سلام. شوف الحين الحدث شو اسمه اللي صار. ايه طبعا وقتها كان وزني 140. ما شاء الله. كنت مثلا محمد اثنين. ما شاء الله. جميل. طبعا ما لا اسمعك بس معي سكين مو بس يلك. على فكره يعني اذا كان مثلك معناته حميد هلا اذا انت مثل اثنين. ها كنت مثل اثنين طول وعرض. ما شاء الله معناته هلا اذا نحفت بتصير اطول منه انت. لازم يروح من هنا يروح فوق. المهم رحت الاستراحه حق اللي نذبح فيها وكذا. طبعا انا من زمان ما ذبحت ذيك الفتره. بسم الله. ايوه يلا خلينا نسمع الصوت. بالله اسمع الصوت. يا سلام نغم ما شاء الله. ايه المهم ايه شو اسمه حمست قعدت الحق الخروف من هنا ومن هنا ومن هنا لين مسكته. يوم مسكته خلاص بقلبه عشان اذبح حطيت رجلي عليه ومات. خناته لا اله الا الله. لبيت على الباب. شفت هذا معناته رقد ورا الخروف قام نحيف. معناته نجيب لك خروفين ترقد وراه هون. هذا جيب لي وتشوف كيف بطول. ابدا خليك ايوه جيب شو اسمه خلي محمد انت تستلم مكانه. ابد عندي موضوع. ابدا ذبحهم كتب. انت ذبحت؟ ايه. قديش كان عمرك اول خروف ذبحته؟ قديش كان عمرك؟ عمرين ولا عمر الخروف؟ لا عمرك انت عمر الخروف المرحوم راح بمشاكله. قبل السؤال بعد السؤال. يعني كان عمري 16 يمكن. والله برافو. ايه هاني شو حبيبي سمعنا صوتك. والله صوتي اليوم طلعنا على لبيك انا وسايد. ايه حكينا حكي وصراحه لازم نسوي الشيء اللي قاله السايد. نبغى نطبخ هنا. ايه شو اسمه المنسف باكر الغدا. والله شوف ان شاء الله على الضحيه هذه تبعت شوف المنسف نسمع لنا شهر. اسمع لا لحظه انا والله شوف عن جد انا كان بنيتي انه الذبيحه تبعيت بكره نسوي منسف. ناخذ جزء منه لو نص مثلا نسوي منسف. انا جاهز عرفتي وانا جاهز واتحداك بالمنسف. نعم اتحداك. ايه تحدي قوي والله. اي والله بس انه ما بعرف اذا تامنت الجميد هجيبه بسيط الجميد علي. منين بده يجيبه؟ انا اجيبه من الدب من السوق. في موجود اي موجود ابو سلطان موجود. كركي عاد من بل كرك من نجيب الجميد اللي موجود هذا خلاص بنجيب شو اسمه لبن عادي معناته. اي هو نجيب جميد سائل. لا السائل على فكره مو الاصلي. مو اصلي يا سيدي الجود من المجود. خلاص ابشر الشباب. ابشر خلينا نرتبه والله جد. خلاص انا جاهز. وخلي الشباب يتعرفوا على المنسف. مو على المنسف بس شراك ولوز وصنوبر على الروح الطيبه. ايوه خلينا جد. وبعدين على فكره يعني في عندنا دعم قوي من ابو ياسمين. سامحونا سامحونا سافي لابو ياسمين يا شباب. سافي مع صفره كمان يستاهل والله اني لا. ايه نازل على الاردن راح يجيب لنا معه جميل. كافو والله معناته يا بنساويها بكره يا بناجلها بعدين. خلاص ناجلها ما في مشكله او بكره خلاص بنعيدها. ليش بنعيدها ابو ياسمين؟ نكرر مرتين ثلاث. ابشر ولا يهمك. طيب هاني عيونه اعطيني اسم منطقتك وبالعيد. احنا صراحه شفت الفكره اللي قالها فيصل؟ لا ما شفتها سمعتها. اللي سمعتها احنا عندنا بالحاره عندنا طلعه كبيره. شو اسمه اعطيني اسم منطقه بالملز عندنا بالربوه. ايوه هيك قول بالرياض بالملز. بالرياض ايوه بالرياض بالربوه بس عشان يسمعوك اهل الملز مشان اذا عملت هيك ولا هيك مشتاق له هالشيء هذا. ايه عندنا لا اله الا الله كل بعد الصلاه محمد رسول الله. عندنا زي ما يقولون بعد الصلاه كذا نص ساعه على بال ما نفرش الحاره الزوالي والاشياء هذه نجيب ونجيب الوايت نحط البزبوز عشان اللي بيغسل يده وذي كذا. ايوه وكل واحد يجيب لا اله الا الله. يا سلام عليك من البيت وزي ما قال ما في جلوس الاكل كله وانت واقف ما شاء الله. ذوق وروح واللي بعده صراحه تصير جلسه. أيوة. ما شاء الله تبارك الله. طبعا ايش كل سنه في صحن العالم كله تنتظره. حلو من العائله الفلانيه. حلو نحتريه بس يجي بس كله يطب عليه. يلا مين هون بده يحكي لنا؟
انا اتكلم باقي عندك سعد وبدر. بدر 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 بدي لا بدي اخر شيء امسك فيك. لانه بتعرف ليش بتعرف ليش بدي اخر شيء الاردن؟ لانه في نقطه يلي حكوها الشباب. اول شيء الله يديم الامن والامان على الامه الاسلاميه كلها يا رب لك الحمد. الحمد لله. بس في نقطه مشتركه بالسعوديه يعني ما شاء الله على مساحتها وعلى كبرها بيجتمعوا على شغلة جدا جميلة اللي هي إيش؟ التعاضد أو التآلف الأسري. عرف كيف؟ إيه اللي يلي صاير إنه أهل حايل على أهل الرياض على أهل القصيم على أهل الجنوب عندهم هالعادة إنه بيتجمعوا كلياتهم الصبح وكل واحد بيطلع من بيته يعني من خير بيته وكل بياكلوا مع بعض. عرف كيف؟ هي 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 عن جد كتير كتير حلوة. عرفتني كيف؟ طيب اعطينا بدر شو بتساوي غير انك تسرح زيان يا تبع الجامع في العيد؟ شو اسمه ضبطها الله يخرب بيت عمك كسرتها والله ما ادري كيف صارت بس يعني اعطيها ساي تخصص منسف ولحم ما تجيب في موقف جايبني على سمك جد في موقف صار معي وانا صغير هات شو موقف مضحك يلا وانا صغير طبعا عشان ما حد طبعا اخذت اشتريت ثوب من زمان ثوب رخيص لبستها في العيد تمام حلو واطلع برا في الشارع في واحد من الشباب ولع طراطيه تعرف الطراطيه هذه فرقعات فرقعات ولع صاروخ وطار عندي وخرق الثوب يا ساتر تمام انا زعلت ايش سويت الولد هذا اللي ولع ابوه تاجر من زمان عاد انت يا بني انا حقودي حقودي بعد ما اشتكيت عند ابوه صحيح ان شاء الله ولدك هذا ثوبي بصراحه غالي الثوب غالي ومدري ايش ايوه اعطاني اعطاني مبلغ اغلى من الثوب يمكن ثلاث مرات اشتريت كسوه السنه كلها وين وهذا دلنا عليه خلينا نبدل والله من زغره تاجر طيب بدر اي وين منطقتك بالتحديد نجران نجران في الجنوب نجران كيف الاعياد نجران والله مره حلوه يعني هلا نجران او الجنوب اجمالا الجنوب بتقولوا جنه الله على الارض ما شاء الله بالخضار وبالطبيعه الحلوه صدق والجو هلا اليوم هون 46 بالرياض والله يخفف على الحجاج حر عليه هون كثير صادق صح سبحان الله انتوا بتقولوا الله انعم عليكم الحمد لله جو ولا احلى من هيك صدق ان كان بالمطر شتاء صيف ما شاء الله الجو حلو صح هذه ابها هذه ابها يا شيخ والله نجران نجران مثلنا مثلنا حر نجران حر الصيف برد قارص تسلم طب هم بتكلموا وانا صاحب نجران مو زي الرياض لا والله اخف قديش يعني والله جوها زين ما شاء الله صح في الحر انها مره بس مو زي الرياض مو زي الرياض يعني يمكن درجه حراره توصل يمكن 30 هنا 45 يا شيخ هنا اليوم 46 اليوم تنور اليوم 46 جوها مره حلو ايه؟ جوها مره حلو طيب وكيف يزي. كيف يعني بتساووا العيد والله بالطلعات بالزياره الاقارب احنا بعدين نجران بعد صلاه العيد يعني هلا انت بتفيق الصبح بتروح على صلاه الفجر بترجع على البيت تشرب قهوه وبترجع على صلاه العيد ولا بتضلك قاعد بالجامع لا اقعد في الجامع لين اصلي العيد وارجع بعد ما اصلي العيد ارجع نضحي حلو تمام وبعدها انت بايدك بتذبح انا اللي اضحي حتى ان شاء الله بكره بضحي انا ما شاء الله ايوه فش اسمه بعد ما نضحي نزور الاقارب ايه طبعا نسلم عليهم طبعا احنا نزور بعد ما خلص من الاقارب يعني تقريبا حول الظهر كذا بعدين نومه إيه؟ عاد هذه نومه اصحاب الكهف هذه نومه تجيك من 10 يا سلام النومه تجيك بدري من الصباح بس ما نصدق سلام يجيك من 9 ظلك كبشره وما ما تصح تنسى العيد اصلا في شيء تسميه تسوي الوالده ما ادري كل واحد يسميه اسم يعني كل منطقه طيب ايش الاكله يلي عندكم اياها بنجران هي لازم تكون مثل فرض الصلاه على العيد هو هذا اللي بغيت اقول لك الحميسه شيء اسمه حميسه الحميسه عرفت الحميسه شو اسمه فيصل فيصل بحايل شو الاكله اللي بحايل لازم تكون بالعيد ما في اكله محدده ما في صراحه اكله محدده كل واحد يجيب العيد طيب هلا سايد اعطينا عرفتني كيف وتحيه كبيره لاهل الاردن الله يسلمك كبيره وصغيره يا بعد قلبي الله يسعدكم ويبارك فيكم من الاردن لكم حبيبي الله يبارك عمرك والحنان واللطف
ونعايد عليكم جميع باسمي وباسم النشامه كلياتهم. الله يقول كل عام وانتم بالف خير. وانت بالف وكل عام وهذا الشعب الشعب السعودي واخواننا في لبنان الجميع. الله لبناني انا سوري. ونعم يا العم من اول حلقه احنا كلنا نفكك لبناني. في النهايه كلنا عرب. يا سيدي كلنا شايفني حلو مثل هادي الصالح. ما شاء الله عليك اصلا انت مظلوم. شايفني حلو مثل هادي الصالح. اصلا مظلوم ان ظالم حالك اذا تقول يعني انا ماني حلو. لا بالعكس. الله يكرمك يا رب. فنتمنى الامان على الديار السعوديه وديار والاوطان العربيه كامله ونقول لهم كل عام وانتم بخير. ها حلاوه الروح اكيد طبعا. شكرا. طيب جمهورنا الكريم بدنا تفاعلكم معنا بالهاشتاج اكيد وزواقه 33. بدنا اذا في حدا عنده سؤال ولا معلومه لاي منطقه يعطينا اياها او اكله او شيء من التراث السعودي لاي منطقه او مواقف صارت بالعيد عرفتي. اذا حدا سرق حزيانه بيكون ابن المدير بكره بتجوا لهم تاخذوه هو والحزيان اللي مسروق. نداء لكل اهل الرياض يلي بينسرق حزيانه يجي لعنا ببعث لكم الموقع تاخذوه ابن المدير ان شاء الله جايبه لهون. عندنا جمهور المجد. جمهور المجد العظيم ولا ملاقى ثاني ولا اي شيء ثاني. كل واحد بينسرق شو بسموه. يلا هاتوا نسمع شغله عن جمهور المجد العظيم. جمهور خيال مثل الجبال زاد الطريق لو مهما طال. جمهور المجد جمهور فعال هذا الجميل ردوا بجمال. تستاهلوا جمهور المجد والله بتستاهلوا بتستاهلوا اكثر كمان. وبرجع بقولكم للمره المليون كل عام وانتم بخير وان شاء الله العيد الجاي كل واحد عنده امنيه ربي يحقق له اياها. والاهم منا اللي هو انه الله يديم علينا الامن والامان. وبنرجع بندعي للحجاج الكرام ان شاء الله الله يردهم لبيوتهم سالمين غانمين. حج مبرور ومبروك لكل الحجاج ان شاء الله. شباب سايد كنا عندك حبيبي بدنا عيد الاردن. انتوا شو بتقولوا على الطرطعان؟ فقعات. فقعات فقعات. يلي بيجيب اسم الطرطعان بالشامي إلى عندي خصم 50 غند. طرطعان؟ ايه. طرطعان؟ ايه. طب اسمع بقول 150 غند. ها أسامة عم بقول 150 غند. فقعات هي أسامة راضي مشان تعرفوا مين غريمكم. 150 غند يلي بيعرف اسم الطرطعان. جمهورنا الكريم يلي بيعرف اسم الطرطعان باللهجة الشامية إلو عنا مكافأة كبيرة. طبعا بعطيك ثلاثة سامي. إلو عنا سيارة. فتيش. يربح معنا الجمهور سيارة. فتيش فتيش. فتيش. لا فتيشات. يا أخي مو فتيش. لا هي هي بس أنت ما تريد تعطيني 150 غند. لا لا. فتيشات. في في هي. هي بس ما أريد أعطيك. بعطيك ثلاثة سامي. إيه. أول. طرطيعة. طمش. طمش. إيه طمش. قربت. والله. طماشة طماشة. فقش. فجأة هلا لحظة عم نعمل إعلان على سحب سيارة بعيد المدير. هلا قرا صار المدير قوية الأستاذ هادي راح يسار سيارته برا بنعمل عليها سحب هلا للجمهور يلي بيربح بياخذها. خلص إيه. طيب كملنا على الأردن. والله شوف العيد بالأردن يعني قبل شوي كنت ببرنامج لبيك وسولفنا عن الأعياد بالأردن. عيد إسلامي يعني مثل الأعياد الثانية لكن يعني الصبح بنصحى صلاة العيد نروح صلاة العيد نرجع نسلم على الأهل نلم عيديات. حلو. هذا أهم شيء بالعيد يعني. أيوة. تأخذ تلف على أبوك أمك خالتك. مين أكثر واحد يعني بتحب إنك تأخذ منه عيدية أكثر واحد؟ والله يا أبوي الله يرحمه. الله يرحمه. كانت عيديته محرزة يعني. أيوة. يعني يعطينا عيدية كبيرة. والوالدة والله بعد الله يعطيها العافية. أيوة. وخوالي. أم إيش بنقول لأمك؟ أم سعد. أم سعد أنت أكبر واحد؟ أكبر واحد. ما شاء الله ما شاء الله. أم سعد ادعي له لسعد بهاليوم الفضيل هذا إن شاء الله ربي ينوله اللي بباله. خاطب متجوز؟ لا متزوج وعندي ولد ما شاء الله. ما شاء الله.
ابو ايش؟ ابو فايز. ابو فايز يا ام فايز ديري بالك انا مساكن جوزك امبارح ب شو اسمه الله برج المملكه جزوي غاده انا عم يشتري اواعي جديده مدري ليش بده عم يشتري اواعي جديده يعني والله ما وين طلعت. مين بدك تعيد يعني ام فايز مو معك ام فايز دعيد مع الشباب يا اخي ايوه اه بس هذا هذا الحكي بتحكي لي بس تفوتك على المطبخ لا لا في تدري ازا تدري هذا ليه اللباس الجديد كذا في ابو فادي استناني عمي ابو فادي ايوه عرفت ابو فادي شوف يعني اول شيء كان مع الشباب هلا مع ابو فادي ابو فادي هذا عمي الجديد طبعا خطبوني الشباب وزوجوني على البث هذاك اليوم لا صحكم يا جماعه الاردنيات بيصدقوا ها الله وكيلك الله وكيلك بتلاقي حاطط له بشيت اوعي على باب البيت اليوم لقيت الرجال يكلم رايح جاي لا 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 يا اخي مش انا لا ترى فايز الله وكيلك عنده ياكي بالدنيا انت وفايز عرفتي كيف يعني بس تجي بعد امه يعني هي مشان يكون طبعا طبعا الوالده بالمقام الاول يعني طيب والله يحفظ الاسره جميعا يعني موقف طريف هيك صار معك انت وصغير موقف طريف في بيوم من الايام احنا عندنا خلينا نقول نروح على خوالي حلو نواددهم نحبهم كذا نروح على خوالي يعايدونا ونعيش معهم العيد حتى يوم يصير في اضحيه اذا ما صارت عندنا بالبيت نروح عند خوالي حلو ويضحون كل سنه جدي الله يرحمه يعني ما شاء الله عليه في يوم نروح على خوالي ودي اجي اسلم على خاله لي هذه على الطريق اول خاله فجيت اسلم عليها اثاري زوج خالتي زعلان من واحد من عجب الحاره مسوي له فنتك شكله قبل العيد فزعلان منه جيت عليه هم قاعدين يعني زي ما تقول الصاله جيت انا فتت ما خذيت الا ان زوج خالتي ماسك عقال اطلع يرمي علي عقال ويلحقني وضرب شو اسم المنطقه تبعك صبحه 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 قضاء صبحه بالباديه الشماليه الشرقيه محافظه المفرق ونعم والله ونعم منك لا لا الامور طيبه هو يفكرني مين هاي صبحه غير صبحيه صبحه وصبحيه نفس القضاء اي صبحه وصبحيه ليش سلمني على ابو ياسمين تعرف ليش سموها صبحه وصبحيه ليه نعم قل لي ليش كان يعني خلينا نقول ماره فتوفت وحده اسمها صبحه طبعا هي صبحه وصبحيه كنايه على نسوان اثنين خوات توفت صبحه بمنطقه صبحيه وما يمديها مشوا شوي توفت صبحيه فقالوا واحده منهم رايحه تزور الثانيه لا لا هم ماشيين مشوار راحلين من مكان لمكان فهم ماشيين توفت صبحه بصبحه ايوه قالوا هذا مكان ما توفت صبحه وسموا صبحة الاسم. يوم مشوا كملوا طريقهم بنفس اللحظة الخوات اثنين كان في مرض أو كذا توفت صبحية ما شاء الله رجلهم خضرة الله يرحمه الله يرحمه راحوا رحمة الله عليها سعدون فما بدك أكمل لك سالفة السوابي بعد تفضل لا كمل المهم يوم لحقني بالضرب لا والله جد لا حلو ايه وكل سواليفه يعني انا دائما مضروب لحقنا طبعا هو يفكرني ايش خالتي تقول له يا ابو فلان هذا سعد قال لي والله ما ادري والله اني ما اعرف من سعد ويلحقني والله وايام احنا اللي عايدك هذا اللي مكرمك عيديه يعطيك دينار حلو. الدينار تسوى يعني كانت هذا يكون مكرمه ويلحقني ويجي لعندي وانا اسف طبعا دموعي انا يشر ما ادري ايش السالفه ويراضيني وبايش رضاني خمس دنانير حمراء الله يا خمس دنانير يسون صاروا الاولاد كلهم قلت كل يوم ودي اجيك وكل يوم تضلك سب واغلط خمسه دينار حلوين ولا بينفعوا ايام الزمن هذه من المواقف الحلوه كانت يا سيدي الله يديم عليكم الاعياد والافراح اللهم امين جميعا ومبارك لولي العهد عندكم زواجه ما شاء الله يستاهل يستاهل ايه والله بيستاهل انا على فكره سميت بنتي على اسم شو اسمها الاميره سلمى سلمى نعم ايه هي هاي اللي بالجيش لا لازمك تسمعي لعاد لازم تحصل تسمعي ايه لازم ايه انا صار لي موقف بالاردن شو اسمه انا كان عندي تحكيم انا بشتغل او بالاحرى انا محكم على شفيه بتصير دورات او مسابقات طبخ بطلع بحكم بدبي متذوق يعني تشوف كيف متذوق ايوه بالتحكيم كنت بالاردن في معي الاوسمه اللي لازم البسها هي بوقت فتت على المطار عملوا على الجهاز شافوا شيء غريب يعني عرفت كيف قال افتح الشنطه فتحت الشنطه هذا انت على الاردن رايح اي بالاردن كان عندي هوريكا كان وقتها بالاردن تحكيم قال افتح الشنطه فتحت الشنطه عرفت كيف لقى هيك شغله خضراء ومحطوط عليها اوسمه وكذا قال لي انت عسكري قلت له لا يا اخي انا ماني عسكري
قال لك انا هي شو هاي؟ قلت له هي انا هيك 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 شف انا هو ايه وعلى اساس وعنا هون بال مسابقه دوليه وانا يعني حكم من الحكام اكيد قال هذول اللي انت ماخذهم بعمري ما شفته يا سيدي نزلت طياره ورا مني وطياره ثالثه واربع طيار هو حاططني وعود اعطيني وصفات واعطيني الاكل هي وانا بدي انحف وانا بدي اسمن وانا قلت له بوس ايدك انت روحت علي لا بدي امشي يا رجال قال بالرجعه راح امسكك قلت له ان شاء الله فهي من المواقف الحلوه اللي بالاردن بس بالاردن عن جد والله مو بوشك بقول لك يا بس الله يسلمك عادت تقريبا شي اسبوع عرفت كيف يعني كل ما تسأل واحد مثلاً وين بدي يروح مثلاً المكان الفلاني كان أول ما نزلت بعمان نزلنا بأوتيل نفسي أكل منسف قلت له أعطيني أحلى مطعم بعمان كله بيساوي منسف معروف إيه وقف هيك صفان قال تعال تو وين تعال دخلني على بيته يطعمين المنسف قال عندي بالبيت أطيب من كل المطاعم تبوس إيدك أنا وعازم عالم وفي ناس وكذا وهيك مرة تانية بيجي اسمه ولا اسمي بيعرفه والله لا بيعرفني ولا بعرفه أول مرة بس إني سألته بالشارع محل مو يعني ما قال لك جير طلع عليك أقول لك والله حكي عن جد أجبني والله أي والله لا والله أهل كرم أنت فعلا نشام الله يسلمك طول عمرك بتدور هات حبيبي شو خطتك بالعيد هذا طبخ فنان صراحه ما في خطه نكال لك الفضل يعني بس بذبح وبقعد مع الاهل خطتي كلها مع الاهل ما في احسن من العيد مع الاهل ما في ما حدا عامل شيء دشين على العيد ما في حدا عامل له شغله والله شوف ما عندك شيء خطه في العيد يا فيصل وشو هيك واحد يعمل له يدشن يعمل له شغله نوم والله والله بتعرف انتم شغله انتم في شغله ما لكم مستفيدين منها يا شباب وشي ياسر عباس مخرج وممثل وناقد وبيعلمك كيف تسوي مشاهد لو بتسألوه يعني هي عملكم يا بس لا تقولوا انه انا قلت لكم اسمعها يا شيخ لا لا اسمع ايوه خليها بيني وبينكم عندكم اسيد اسيد بيعلمكم كتابه محتوى بيعلمكم على شعر وكتابه عن جد عندكم اثنين من الناس يعني شمد الله كنز والله كنز هن اللي المجد كنز تمام بالله اني ما قلت وعندكم كمان عادل انسان كمان ناقد وبيعرف كيف كلهم والله فيهم تعلم هذا اي والله وعندنا انت والدكتور محمد غندور بعد ما شاء الله عليك والله لا تعتمدوا علي وعلى محمد الفيد الله وكيلكم الله بالخير يعني لا والله بعدوا عنا انتم لان احنا هلا على اساس بدنا نسمنكم كيف تطفي هذا والدكتور بالعكس نستعين منك باكلات دايت تعلمنا دايت طول سردين في اكلات شوف ما في شيء ما بي اكل بسمن انا بالكم اياها والله لا 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 بس لا شوف اقول لك شغله اكل بسمن ما في شيء اسمه اكل بسمن القعده النوم بسمن اكثر من الاكل النوم الكثير بسمن اكثر من الاكل الله اكبر معليش النوم ترى وقت النوم ترى تحرق سعرات حراريه نعم لا مو صحيح الا والله صحيح متاكد من المعلومه لا 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 لا, لا, لا اتاكد منه واتحدى والله اتحدى النوم الزايد النوم الزايد بيساوي خمول وبيخلي ال شو اسمه انا اعتقد ابو السلطان قصده اذا عبيت بطنك رحت نمت انا ممكن زايده قله الحركه كمان بتعمل عمليه العيض يا شيف علم نفسك اعلى فتره تشتغل فيها وقت النوم بالليل اللي هي ايش عمليه العيض اللي هي الهدم والبناء ايوه الهدم والبناء اللي في الجسم أيوة. المعمرجيه أيوة. اللي بالجسم ايوه جسمه والخلايا وهذه افضل وقتها النوم النوم الليل ايش اللي بتحرقه انت الليل تحرق تحرق الدهون الجسم تحرق دهون تحرق سعرات تحرق اشياء تستفيد من الاكل اللي اكلته تهدأ اعصابك هو قصده النوم مواعيد شوف مواعيد الاكل ادخال الطعام على الطعام هذول الاشياء اللي بتخلي الواحد ادخال الطعام على الطعام تلبك التخبيص بالاكل عرفتي اكل الحلى قبل الاكل المالح لازم يكون بيناتهم وقت شوف انت ما تحلم تاكل فواكه قبل الاكل يعني قبل ما تاكل رز لا اذا تاكل فواكه لازم يكون بيناتهم اقل شيء نص ساعه على ساعه في جايب انا بعد الاكل اذا مباشره بتاكل حلى كمان هذا بيعمل تلبك معوي وبيسمن تحطه عشان الطعم بس قله الحركه قله شرب المي النوم الزايد كله هذا بيعمل كرش بيربي كرش عندنا حاجه نصينا على النبي صلى الله عليه وسلم اعطانا وصف عليه الصلاه والسلام ثلث اللي ياكلك وثلث اللي مشربك ثلث ثلث الهواء نفسك احنا نطبق ما نطبق ما شاء الله احنا الثلث كله الاكل ثلاث ثلث الاكل
ثواني بس خلينا نشوف. اعطونا اسامه والله ما بصراحه ايه اعطيني يلا اعمل حالي اني انا بعرف يا شيف خلصنا ترى يلي خلص خلصين خلص زمان احنا ترى قاعدين نشوف معكم احنا مرتاحين خالصين. شفت شلون طبخة سهله؟ عندي سؤال اللي حبيبي شو الفرق بين المويه البارده والمويه الحاره في الشوربه؟ شو الافيد؟ هذه بارده وهذه حاره. لا لا لها فائده، شربت مويه بارده وتشرب مويه دافئه في الدايت فين الافضل؟ الصينيين يشربون مويه دافئه والفتره اول ما يقومون المي العاديه درجه الحراره العاديه مفيده للجسم اكثر من المي البارده، بالذات اذا واحد بياخذ علاج، يعني اذا بياخذ حبوب على مي بارده مرضيه يعني، عرفت كيف؟ وبالنسبه للمعده اذا اول ما تفيق من النوم اقل شيء لازم تشرب مثلا نص لتر مي. ايوه اذا بتشرب مي بارده بتعمل صدمه للمعده يا شيخ، لازم دافي. في عاده شفتها، كان عندي مدرس سوري ايام المدرسه يوم كنت في المتوسط، كان يوميا الصباح وش يشرب؟ يشرب مويه حاره. ياخذ له كذا بياله صغيره مويه حاره بس بدون اي اضافات. يا سلام. يشربها كذا الريق، يشرب له واحده ثنتين ثلاث. حلو. بعدين صرت اشوف انا دائما اقول وش ذا المشروب الشفاف؟ سب لي ودي سالته، طبعا بحكم اني ملقوف احب اسال كثير. قلت له وش يا استاذ يعني وش هذا؟ قال هذا طماط من افضل الاشياء اللي تسوي تنظيف للجسم وتهدي الاعصاب على الريق. ولو يا حبذا لو تحط عليها عصرة ليمون. يا سلام. شباب بدي اسالكم على شو اسمه وضع وموضوع ركان المري. ركان؟ ايش في؟ خطب ملك ايه كان ولا سمعت اضطر الى بيتزوج بس بيتزوج. ما اعطانا هو الخبر الاكيد اذا هو خطب او ملك او بدري وكذا يعني. هو خطب وملك وتزوج بس ما ندري اي واحده سواها هو يعني. طيب سوى واحده منه. طيب ما بتكون تباركوا له ما بتتمنوا يكون معك. اكيد اكيد بس نبغى نتاكد ناخذ الخبر الاكيد بس ان شاء الله نحتفل فيه يوم السبت ناخذ. وفي واحد ثاني مين؟ ما يحتاج منك بعدين مين؟ مثل الناس بالعيد هذا علامهم يتخبطون والله كل كل بالله عليك هلا واقف قدامك ساي ترى هلا مرته عم تعمل هيك. لا لا مو بساي تعال زايد كذا الله يجمعك والله مامي في ناس خطبوه وملكتهم قريبه او يعني في ناس كذا بس ما يبغى يتكلم. في ناس ما يبغى الله يتمم الملح ما شاء الله. سعدون كذا مناوض للكاميرا. ايوه حلو. في شو اسمه نوره عم تقول انه شو اسمه اي والله حريشون اي والله اسم الطرطيع بالشام اسمه فتيش. فتوش كفو والله ما انا كفو. قلتها انا قلت فتيش. فتيش من اللي قال فتيش؟ طمش انا. انت قلت فتاش. فتيش والله ارجع. لا 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 ما قلت اقسم برب العالمين والله انا قلت فتيش. راحت عليكم سياره المدير كنا بدنا نعطيكم سياره. طيب واذا اجيب انا بدي اسوي حالي فار وبس اطلع من البرنامج اليوم ودي اجيبه وارسل لك اياه على الواتساب. ما في خلاص ليش قلت فتيش؟ خلينا نشوف يا شباب يا ما راح اخليكم تطلعوا برا. اجر تويتر و150 غندري عندك ما اسامحك فيها. هاي السمكه اللي جبنا لكم اياها بس مزبطه يعني انا ما طلع عندي دخل بالسمك عندك الاثنين هذول شكيت والله. هاي السمكه اللي تطلع السمكه لا تطلعوها على التلفزيون. لا حلوه كيف لا يا رجل والله وكيلك هذول تبغوا حمايه البيئه والله بيجوا بيعملوا لنا. لا 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 تاكل لا تاكل لا تاكل لا تاكل صحتنا والله غير تاكل لا تاكلها زابر زاكي زاكي كيف والله لا تاكلها بالعافيه الله الله يخرجنا الله حلو الله يستر الله يستر تلبك معوي راح يجي الله يعافيك عندك ايش لو بسم الله بسم الله عليك سعدون الله يصلحك الحمد لله بخير طلع بخير كويس. معلش هذا خطا مطبعي شوف هذا بالله صح بالله اذا بتجي شوف القلب شوف القلب شوف 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 الكاميرا هون بالله كيف الدلع والله نستاهل حق انت اقسم بالله شوف القلب شوف 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 لا انت شوف شلون حاطين كاتبين عيد حاطين الله وكيلك. هلا قايلين لكم انه الخروف جاي يقيم عليكم ولا انا بدي اقيم عليكم؟ حاطين حشيش يا رجل هذا للخروف خلوه له يجيبه ديكور اي والله لا حق اللي يقول كلام طعم والديكور كله لذيذ 50 خمسة جيب المركز اول والله يا ابو ياسمين الله وكيلك. ما رحب اليوم لا كيف ها شباب لازم دوق انا الاداره تلاقي لي حل اداره تلاقي لك حل والله ما ضار يا اخي شيء تسمم لا لا
لذيذك اكلتنا. لا شطه حق شكلها حاره مات. الله بسم الله. لا يجيك شيء خليك وراي سدون. خليك وراي سدون. شيء شيء فظيع هنا احسن. الله امامي. الله سلام. الله يلا بصراحه نشرب. الله ياخذكم. الله شوف شرب ماي واضح انه يا جماعه والله يسعد. مشان اهاليكم لا تفوتوا مطبخ. انت فوت مطبخ. انت بتستاهل تفوت مطبخ. اي والله سعدون بتستاهل تفوت مطبخ. باقي واحد. انت لا انت خليك خذ مصروف من ابوك 5 ريال وبتشتري سندويشات فلافل وترجع وخلي خلي البيت سالم. ترى شوف شوف هذاك اليوم كتبت عيد الحلقه. ايه ما هو بشكل ما تعيد راح تجيب العيد. طب انا ما يزبط. انت بتزبط لانه انا ابو فادي قال لازم انت شوف وتكون امك عم تطبخ لا تفوت على البيت كله مشان تضل هي بمزاجها وتطبخ لكم اكل طيب. الحمد لله على ما الحمد لله على ما جاب لي طريق من من الف سالم غانم. ايش الف انا ولا هم؟ والله ابو الغد انا يعني معلش يعني معلش يعني معلش معلش وراك انتوا يا شباب. يا شباب اول شيء دائما في قانون بالاكل يلي هو ايش؟ كل شيء بارد ما بينحط على الاكل الحار. يعني ما بتحط خس فوق الاكل هذا. هذا قانون دولي عرفت. هي وحده. الشغله الثانيه الكميه. يعني هذا اللي حاطط لي شبت على هون بقلب الشوربه هاي عرفتني كيف. يعني هاي اذا بترجع لبكره بتزرع بتطلع مره ثانيه. على كل حال انا استمتعت معاكم. اطلعوا لبرا ما عاد بدي اشوف حدا. اعطينا كل عام وانتم بخير جمهورنا الحبيب. اتمنى انا اليوم الحلقه مالي رضي عليها لانه حبيبي محمد مو موجود معي. سامحوني عملت اللي بقدر عليه. بس لا تكتمل الحلقه الا بوجود محمد الفهيد بصراحه. قضب قضب الضحيه وجودك باقي الضحيه باقي الضحيه. وهلا بنشوفه ان شاء الله. كل عام وانتم بخير وان شاء الله بنشوفكم بعد العيد او بنشوفكم يوم السبت. اليوم بتشوفونا ريليتي الصباح لحنا والخاروف. يس يلا باي. السلام عليكم. يلا ودعتكم يا شباب. الله يسعدكم. ما في عشا غند. خلص ما في ولا غند لكم. هاي الشوربة أطيب من هاي. ايه والسمك السمك حارقين نفسه يا رجل. انا مطلع من زمان. انا طبخ الشوربة. طيبة الشوربة هاي. بالله عليك انت اللي عاملها. بس هذا ليش بتحطوا هاي؟ انا بدي افهم. هذا غلط ترى. هذا حطها سعدون خرب عليه. بعتهم هاي. هاي كمونة كتير. السلام عليكم. رضيان عني ما تحركت. حبيبي الله يسعد قلبك. العيد احلى يا حبايب بوجودكم ويا القرايب محلى لي يا